السلطنة وفي إطار جهودها الإنسانية للتعامل مع الأوضاع التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة تستقبل عددا من المصابين والجرحى اليمنيين عبر منفذ المزيون الحدودي، وتم نقلهم إلى قاعدة ثمريت الجوية ومن ثم إلى قاعدة السيف الجوية لتلقي العلاج اللازم بمحافظة مسقط، وسيتم نقلهم إلى جمهورية الهند للعلاج هناك بعد اكتمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من السفارة الهندية بمسقط. مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله للعام الأكاديمي 2018-2019. تلقت إدارة نادي الهلال السعودي خطاباً من الاتحاد العماني لكرة القدم يفيد باستدعاء الحارس علي الحبسي لمعسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في أيام الفيفا المقبلة، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر بعد مباراة الهلال والفيحاء ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي لكرة القدم.